وش حنواني بدل الوش الواحد مية دخلتي المكتب من شويه؟ ايوه يا فندم، لقيت الجوابات دي فكنت جايباهم لك، بس قلت اجيب لحضرتك القهوه الاول. اخر مره تمدي ايدك على حاجتي. حاضر، انا اسفه. خش حطي القهوه. حاضر. صور جوابات البنوك اللي انت بعتها لي على الواتساب دي فيها بلاوي. انت صورتها ازاي؟ مش مهم صورتها ازاي، المهم فيها ايه؟ فيها 5 حسابات كلهم باسم سالم، كشف ايداع وسحب اللي حصل في اخر شهر، ورصيد كل حساب. انت متاكده ان كل الحسابات دي باسمه؟ ايوه. يعني مفيش ولا حساب باسم جمال السكري او ابو العز او حسون الحوري؟ لا. غريبه. ولا غريبه ولا حاجه، بس انت عندك حق، الحسابات دي كلها لحسابهم، هما فاتحينها باسم سالم علشان ما حدش يعرف يوصل لهم. عشان كده فاتح كذا حساب. بالظبط. طب وهم يضمنوا منين انه ما يضربش على الفلوس ويقول لهم مالكوش عندي حاجه؟ اكيد في ورقه ضد، بس انا مش عارفه متشاله فين. مساء الفل يا باشا. مساء الفل يا ابو السيد. ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا، اتفضل. مدام ريهام بعتت لسيادتك الظرف ده يا باشا. هي كانت قالت لي، بس انا ما فهمتش ليه. فاكر صاحبتي اللي انا كلمتك عليها؟ انا للاسف مش هقدر اقول لك اسمها ايه دلوقتي، علشان هي مرات واحد صاحبكم، محلفاني محدش يعرف هي مين. هي شاكه ان جوزها اتجوز عليها، وعايزه تعرف لو كان كاتب وصيه وشايلها عندك، او كان ليه حسابات بره ومخبي عليها. ودتني 500,000 جنيه، انا بعت لك شيك بيهم مع سيد من حسابي. لو قبلت تاخد الشيك يبقى هقول لك هي مين، بس هيبقى سر بينا، وليك شيك تاني بنص مليون. لو رجعتلي الظرف زي ما هو مع سيد يبقى ولا كأن حاجة حصلت. الشيك آجل بعد أسبوع على ما الفلوس اللي خدتها منها تخش في حسابي. ياريت سالم ما يعرفش حاجة عشان مش عايزة بيتها يتخرب. تشرب حاجة يا أبو السيد؟ لا أنا كده تمام يا باشا. أيوة يا متر. أنا استلمت الشيك. ما سيد قال لي. شوقتيني أعرف هي مين. طب لما تصرف الشيك الأول؟ ما أنا قلت لك أنا استلمت الشيك خلاص. أصلها محلفاني. طب لو قلت لك هي مين؟ تقولي لي أو لأ؟ مهجة، صح؟ أنا كنت متأكد إنها مهجة. غيورة بتموت في أبو العز. عموماً أنا بحترم عدم ردك. وأنا جاهز. وفي انتظار تاريخ الشيك، بس أرجوكي بقى بلغي مدام مهجة إن أنا مش هجاوب غير بآه أو لأ. طبعاً ده أسرار الموكلين، وأنا بعمل ده بقى علشان خاطرك
وعلشان هي مرات صاحبنا. اه طبعا مفهوم. يا ابو العز مش هينفع كده. انت طلبت الفلوس لمده اسبوع، دلوقتي فات كتير. انا النهارده استلمت كشوف حسابات البنوك ومفروض ابعت لهم نسخه منها. مش هيلاقوا اي ايداعات الشهر اللي فات، اقول لهم ايه؟ الله. طب ومين بس يا باشا اللي هيقول لهم ان كشف الحساب واصل؟ يعني ايه ما حصلش ايداع؟ هيحصل ايداع ازاي والفلوس ما سافرتش اساسا؟ يعني ايه؟ انا رجالتي فضلوا واقفين لحد لما شافوا اليخت بيتحرك. ما هو اتحرك فعلا بس لف حوالين الغردقه لحد ما جه بقى صاحب النصيب وشال الجمل بمحمل. ما تفسر يا بدل ما اجيب اجلك. عايز تجيب اجل اللي جاي يوعيك ويحذرك وتمد في اجل اللي بيقلبك ويستقرضك. معاش ولا كان اللي استقرض ويقلب حسون الحوف. لا عاش وكان كمان. هو مين؟ صاحبك. صاحبك وحبيبك ابو العز. ابو العز؟ بعد ما اليخت اتحرك شويه ولاقي لك ابو العز جاي ومعاه يخت تاني وخد الغله كلها واتكل على الله. سالم ما يقدرش يلعب بديله معايا. طب ساعتك كلمه اساله فين جوابات البنوك بتاعت الشهر ده؟ لسه ما وصلتش. مش بعاده يعني. هكلمهم بكره افهم ايه الحكايه. ماشي يا سالم. وانت جبت جوابات البنوك دي ازاي؟ مش فاهم. انا كلكم عايزين تعرفوا انا جبت الجوابات ازاي. واكن المشكله ان انا جبت الجوابات ازاي مش ان انتوا بتتقلبوا. بس ما تقولش بتتقلبوا. وانا ايه اللي يخليني اثق فيك؟ لو طلعت خاين او زي سالم سعادتك دقيقتي طلقه في دماغي واتوه في اي جبل او بحر. مش خايف اكشفك لسالم؟ والله سيادتك انا شخصيا مش هفرق كتير مع الدنيا ولا مع الورثه بتوعي. لكن سيادتك ربنا يديك الصحه والعمر، الورثه بتوعك بعد عمرين مش عمر واحد. ما اعتقدش ان هم هيسامحوك لو عرفوا انه في يوم من الايام جالك حد عشان ينجيك من الخيه اللي كنت داخل عليها ومعاليك اديت له ظهرك. اه على فكره انا لما كنت بقول يستقرضوك ما كنتش بقول اي كلام وخلاص، كنت قاصدها. ابقى بارك لمدام ما حبيبه القلب اللي رفضت سيادتك. بس ما تقولش رفضتك. صح، مش هقول رفضتك، هقول اتجوزت سالم الجرحي. ايه؟ انا ما قلتش رفضتك اهو. حتى لو وافقت لازم ناجل اي حاجه لغايه ما اخد اللي يثبت حقي من عند سالم. قصدك دي مش كده؟ ورقه الضد اللي انتوا عاملينها عشان تضمنوا بيها حقوقكم عند سالم الجرحي وسايبينها عند ابو اليزيد المحامي. على فين يا بهوات؟ معانا اذن من النيابه بتفتيش مكتب ابو اليزيد بركات المحامي. طب ممكن اكلم ابو اليزيد بيه ابلغه؟ كده هتعتبر شريك معاه في الجريمه واتاخد معاه. جريمه؟ هو عمل ايه؟
سالم ابو اليزيد هيفضلوا فاكرين ان ورق الضد معاهم وان مش ممكن تغدروا بيهم. لو سالم الجرح ما عرفش اكيد ابو اليزيد هيعرف. في بوليس يا غبي يدخل مكتب محامي وهو مش موجود. والله دول وروني اذن النيابه. هو فين اذن النيابه؟ خدوه لمؤاخذه. خدوه لمؤاخذه. الغريبه سعادتك ان مفيش اي حاجه ناقصه من المكتب. يمكن عملوا حركه قدام السكيورتي عشان يعرف يخش العماره وسرقوا شقه حد تاني من السكان. والمطلوب اخد الاذن ارجع لكم حقكم. والمقابل كل اللي هتقول عليه سعادتك. اعلى مسا ابو السيد. مساء الفل يا ابو راعي. مسافه ما نشرب الطقم اللي قدامنا ده قبل ما نخش على التانه هيكون المعلم رجع بامر الله. يا سيدي خليه براحته. هو انا غريب؟ مغرب الله الشيطان ابو السيد. ما تقولش كده. هو بيني وبينك لما بنكون داخلين في مصلحه كبيره ما بنعرفش نتلايم عليه. مش بيأمن ويظبط حقه بقى يا سيد. وما اكدبش عليك المره دي المصلحه كبيره قوي ما حصلتش قبل كده. يا راجل حاجه كده تخش لها يجي في 300 مليون جنيه يا ابو الشيد. يا ربنا. بس حاجه زي دي محتاجه مكان امان وتجهيزات جامده قوي عشان تعدي على خير يا برع. قول يا رب. الباشا المره دي منظر على منطقه ما تخطرش على بال الجن ذات نفسه. مش هتصدق لو قلت لك هي فين. اتفضل يا باشا. بس ما قلتليش يعني المره اللي فاتت ان المكان عجبك. اهو خون ينفع لما الواحد يحب يقعد له عطايه كده. هنا ولا حد يجيب خبرك. الله عليك. خد دول. على الله الدبان الازرق يعرف ان انا خدت المكان ده؟ بسمع البنات. لا ارى لا اسمع لا اتكلم. يا اخي الضمير في المهنه بيفرق برضه. نفسي اسال سؤال. قول. مين معايا؟ انما انت جبتي قرار المزاد ده منين؟ اذا كانوا هم نفسهم ما اعلنوش عنه. حد عندي في المحافظه. انما دي ارض كبيره قوي. وكمان واجهتها على البحر، دي تعملها قريتين ثلاثة. ما أنا عشان كده قلت لك، عشان تتقل جيبك وتعمل اتصالاتك. لأن أي حد تاني هيشتري الأرض دي هيخش لنا منافس، وإحنا مش عايزين كده. إحنا مسيطرين على البلد كلها. حقيقي، اللي خلف ما ماتش. أنا؟ أيوه، أنا شايفك كنت بتسحبي وداخلة مكتب سالم بيه. إمتى ده؟ أيوه يا أخت استعباطي استعباطي. أنا اللي قلت لها. حضرتك؟ أيوه أنا اللي قلت لها. تشوف لي سالم بيه في المكتب ولا لأ؟ لا مؤاخذة يا هانم. اصل انا شفتها بتتسحب وداخله المكتب. فاحنا مش بالعاده يعني ان حد يخش مكتب سالم بيه وهو مش موجود. خلاص خلصنا يا بشير. الموضوع خلص. اتفضل. حاضر. خلصنا. ما تدوريش على حاجه تثبت انك بنته يا سماح. اطمني. سيد حكى لي على كل حاجه. ما تخافيش. ها فكرت؟ كلام حلو يا سيد بس السكه دي خطر يا صاحبي. يعني ليك فيها ولا مالكش؟ عيب عليك يا صاحبي، انت عارف انا في ظهرك. الله عليك. عايزك تلم سيلفستر وفان دام وشويه رجاله كل قلوبها حجر. لو شافوا قدامهم جرائم قتل ما يفكروش غير في الحسنه والسبوبه اللي هتطلع لهم من ورانا. من الاخر كده يعني رجالة ما تتخيرش عنك يا أرنب. وجب أحاول بس هنحتاج سلاح كتير. مقضية. هدلعك. عاش يا رجالة. خلصوا ودوني التمام. أنا هروح أتعشى أنا والراجل ده ونسهر شوية ونيجي. والله ما نبي غير عشاء، مش نحول تعب الطريق كله. لا ده أنا حاجز لك ترابيزة على الفيستا على طول في أحسن كازينو فيك يا أرنب. ده كيف ما تبي. لعلمك الرقاصة بتسر عليك يا راجل. مساء الفل يا رجالة. والنبي ما انتم مكلفين نفسكم. بين من سفر وتعبانين. رجعوا الحاجة زي ما هي بالميل العربيات. ايديكوا معاهم يا رجاله. ليه كده؟ ها مسعد شاورتوا البضاعه؟ ايه؟
رجاله مين دول اللي ثبتوكوا يا روح امك؟ لا ده انا راجع لكم، ده باين عليها رقصه نكسة. الأخبار وصلوا؟ لسه ما وصلوش يا معلم، زمانهم جايين في الطريق، الدنيا زحمة وساعات خروج مدارس. وصلوا هم يا معلم. رجالة جاهزة؟ جاهزين. توكلنا على الله. خليهم يجيبوا الفلوس معاهم. فلوس ايه يا معلم؟ مش لما نتأكد من البضاعة الأول يا ابني؟ واحنا اول مره نشتغل مع الناس دي، ده الباشا الكبير. هم مالهم متلسمين كده ليه يا معلم؟ جايز قلقانين من العفره. الحمد لله على السلامه يا معلم. ابو العز بيه حبيبي. الله 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 الله، قول لرجالتك ما حدش يرفع السلاح بتاعه. اللي هيرفع السلاح بتاعه مش هيلحق يقرا الفاتحه على المعلم. ليه ده؟ انا عايزهم يقروا الفاتحه ويوزعوا قرص كمان. نزل السلاح يا ابني. قول بقى الواد التخين ده يسلم الفلوس من سكات. والبضاعة؟ مفيش بضاعة. يبقى مفيش فلوس، نسيت أجيب الفلوس. لا كده افتكرت، فكرتني. هات الفلوس. يلا يا رجالة. ما قلتليش بقى، أنتوا لا تبع القرش ولا تبع الباشا الكبير. تبع مين بقى يا كباتن؟ يلا رجاله. عرفتوا ملثمين ليه يا ابن الغبيه؟ يا ربنا، بس حاجه زي دي محتاجه مكان امان وتجهيزات جامده قوي عشان تعدي على خير يا برعي. قول يا رب. الباشا المره دي منظر على منطقه ما تخطرش على بال الجن ذات نفسه. مش هتصدق لو قلت لك هي فين. اتأخرتوا كده ليه يا رجالة؟ ده الجيم قرب يخلص. نعم يا اخويا، انت مبلبع وجاي تعملهم عليا؟ يا باشا ده انا مبلبع البر كله بعيد عن معاليك، ده انا من ساعة ما حصلت الحكاية دي وانا فران عمالة تجري في دماغي، مش عارف اقوم ولا انام، ده انا خلاص قلبي يقف يا باشا، وزي ما بقول لك كده وشرف سعادتك، الفلوس اتاخدت من هنا. الكلام ده تروح تقوله لحد تاني، الفلوس دي انت واخدها وكاتب بيها شيكات. وانا هاخد فلوسي على داير المليم ومن فلوسك اللي بره. وده يرضي مين؟ ده خرب بيوت، ده انا كده هبقى على الحميد المجيد. تبقى عبد الحميد تبقى على عبد المجيد، دي مش مشكلتي، دي مشكلتك انت، تروح تحلها مع نفسك. انا مش قد السكري ولا حسونه، دي ناس بتعبد القرش وانا المسؤول قدامهم، واذا ما خدتش فلوسي منك انا اللي هتخرب بيتي. طب ما نشرح لهم الوضع، يمكن يقدروا وما يبقاش فيها خراب بيوت. احنا هنضحك على بعض، احنا في زمن ما حدش فيه بيقدر التاني. وبعدين انا قلت لك من الاول وحذرتك، عملت لي فيها سبع الليل. اشرب يا اخويا. اشرب ايه يا سالم بيه؟ مش ابو العز اللي يشرب الحاجات دي، دي فلوسي ومساله وقت بس وانا اعرف اجيبها ازاي، وانا قتيل فلوسي. منك ليهم يا ابو العز؟ انا لا هضحي باسمي ولا سمعتي ولا براس مالي عشان واحد ما عرفش يحمي فلوسه. سيد ما ظهرش لغايه دلوقتي؟ اقلبوا لي عليه الدنيا، شوفوا لي راح في انهي داهيه. ده وصلنا يا معلم. اتفضل مع الموضة. السلام عليكم يا رجاله.
اتفضل يا معلم. معلم اوضه. اتفضل يا معلم. اتفضل يا معلم. يا 100 خطوة عزيزة يا سيد المعلمين. البضاعة جاهزة؟ أوام كده يا معلم من غير ما تاخد واجبك. أشوف البضاعة الأول. أشوف فلوسك الأول. استنى بس يا معلم، رايح فين؟ اللي معرفك أجهلك يا سيد المعلمين. وأنا كمان أجهلكوا أنتوا الاتنين، وكمان مش مصدق إن أنتوا عندكم بضاعة من الأصل. ولا إحنا مصدقين يا معلم. ماشي يا سيد المعلمين، ثانية واحدة. يا خولي هات البضاعة، خلي المعلم يشم بنفسه. بضاعة يا معلم. تعالى يا خولي شمم المعلم بنفسه البضاعة. اتفضل يا معلم. أصلي انتوا مين بالظبط؟ احنا رجالة المعلم سيد بشرية. بشرية؟ ومين سيد بشرية ده؟ منور يا معلم قوطة. ايه ده؟ هو سمعنا ولا ايه؟ وشايفنا كمان يا معلم. تكنولوجيا، احنا محترفين مش اماتور، ودي البداية. ورينا بقى فلوسك قبل النهاية. ماشي، هات الفلوس يا رجالة. مبروك عليك وعلينا يا معلم. منور يا معلم. الله، ما انت عايش اهو حي ترزق. ليه؟ حد كان قالك اني مت؟ ما هو ده المبرر الوحيد اللي يخليك ما تردش على تليفوناتي. ولا انت ما بقتش ترد غير على ابو العز وبس؟ كفايه قرع حسونه، كفايه الهم اللي احنا فيه. وايه حكايتك انت راخر؟ كل يومين نطت على هنا من ورانا. مالك يا عم حسونه داخل فاتح دراعاتك علينا كده ليه؟ اسمع رد سالم الاول. رد على ايه؟ هو انت قلت حاجه؟ ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ عندي مشاكل بحلها. مشاكل؟ مع مين؟ مع عروستك الجديده مها فرغلي اللي كانت هتبقى عروستي. عموما الف مبروك ومن قلبي والله. اصل انا سمعت ان سمعتها بطاله، وبيني وبينك انا ماليش في المستعمل، اموت في الزيرو. حتى اسال ابو العز اشعار ايداع البنك فين. المدام، خد بالك من كلامك يا سالم، انت كده بتهني وانا ما اسمحلكش. بهينك بقى تكدبي عليا وتعيشيني في وهم المده دي كلها، وتخليني افقد الثقه في اقرب الناس ليا، وتخليني اتجوزك عشان اهرب من مصيري المزعوم اللي انت وهمتيني بيه، وعايزاني ابقى هادي ابقى كول. ايه التخريف اللي انت بتقوله ده؟ انا عمري ما خدعتك، عمري ما كدبت عليك، وانت اكتر واحد عارف كده. عارف؟ عارف ايه؟ عارف ان وشك كان نحس عليا من يوم ما سمعت كلامك ومشيت وراكي. بنتي كانت هتتسجن، وفلوسي اللي خدتها من سكري وحسونه بقت في علم الغيب، واسمي وسمعتي اللي كنت ببنيهم طول عمري بقوا مهددين قدام الناس اللي بيثقوا فيا، وانت مصممه انك تكدبي عليا وتخدعيني. كفايه بقى يا سالم، كفايه قوي لحد كده. ايوه كفايه يا ما، فعلا كفايه. مش مستعد انا ابقى مسخره قدام الزول اللي انا بشتغل فيه. واعملي حسابك اذا ما وصلتيش لحل اعتبري نفسك طالع. وحياتي بقى أنا هدافع عنها بإيديا وأسناني. ودلوقتي على بركة الله هنفتح المزاد على القطعة 543. مساحة الأرض ديت بالظبط 124,098 متر. اللجنة عدلت الأرض دي ب 21 مليون. 21 مليون جنيه. ودلوقتي هنفتح المزاد. 21 مليون جنيه. 22 مليون. 22 مليون جنيه. 22 مليون جنيه ابو الدهب بيه. 24 مليون جنيه. 24 مليون سالم بيه. 24 مليون سالم بيه.
مين هيزود؟ 24 مليون ونص. 24 مليون ونص فتح بيه. 24 مليون ونص فتح بيه. 25 مليون. 25 مليون فضلي باشا. مين هيزود؟ مين هيزود؟ 27 مليون جنيه. 27 مليون جنيه سالم بيه. 27 مليون جنيه سالم بيه. 27 مليون جنيه 750 ألف. أبو الدهب بيه 27 مليون. 29 مليون. 29 مليون سالم بيه. 29 مليون سالم بيه. 30 مليون. 30 مليون فتح بيه. 30 مليون فتح بيه. 32 مليون ونص. 35 مليون. 36 مليون. 38 مليون. 38 مليون وربع. 39 مليون. 39 مليون جنيه سالم باشا. 39 مليون جنيه سالم باشا. يلا يا جماعة. 45 مليون جنيه. 45 مليون جنيه. 45 مليون جنيه. باسم مين؟ سيد بيه أبو الليف. سيد بيه أبو الليف 45 مليون جنيه. أبو الليف باشا 45 مليون جنيه. 47 مليون. سالم بيه 47 مليون جنيه. 50 مليون. 50 مليون سيد باشا أبو الليف. 50 مليون سيد باشا أبو الليف. مش مصدق اللي بيحصل. بابا من فضلك يلا بينا من هنا. مش حاسبها. 52 مليون. سالم بيه 52. 55 مليون. سيد بيه 55 مليون. 60 مليون جنيه. سالم بيه 60 مليون. 65 مليون. بابا. 67 مليون. 70 مليون. بابا من فضلك هنشوف اي ارض في اي حته ثانيه. 75 مليون. 80 مليون جنيه. بابا ارجوك. انا اونا، انا دوي، انا تريه. مبروك يا سيد باشا. مبروك يا سيد. حلف مبروك يا سيد. بداية موفقة. في ميعادك مظبوط. انا اقدر اتاخر على سعادتك يا باشا. ندخل في الموضوع. حكيم، انا ما بكرهش غير حاجتين في حياتي، اللف والدوران والغباوة في انك تراهن على فرس خسران. سيد. سيد ماله سيد سعادتك؟ في نظرك كده يعني يسوى كام؟ على حسب اللي هيشتري يا باشا. هأمن لك مستقبلك ومستقبل ولادك. 2 مليون جنيه. مليون دلوقتي ومليون لما تجيب لي جدته. بس اعمل حسابك، لو غدرت بيا هوسع الحفرة اللي هتدفن فيها صاحبك، اهو تونسوا بعض فيها. الحفرة مش هتساعدنا احنا الاتنين يا باشا. عايز جدته فين يا باشا؟ اي مكان يليق بسيد بشرية. المهم تقولي على ساعة التنفيذ عشان اوفر دليل براءة. اكيد بعد حركة المزاد هيتهموني فيه. بكرة الساعة 8 بالليل يا باشا. هطير عليه الفتحة يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما بلاش خمرة بقى وإحنا بنقرأ قرآن. أنت عايز إيه؟ مش أنا اللي عايز، أنت اللي عايز حسب ما أرنولد فهمني. ولا يكونش الواد خاين وبيلعب بديله؟ بس صعب يبقى خاين بدليل إن أنا قدامك أهو. بقى يا راجل عايز تدفع فيها 2 مليون؟ انت عارف ارنولد اللي بيطلع معايا ال 2 مليون دول في قد ايه؟ في اقل من سنه. حكيم انا سخي قوي مع رجالتي. ما طلعتش غشيم زيك وكلت لوحدي.
اشتريتهم في نفس اليوم اللي انت بعتهم فيها سالم. سالم؟ خير؟ انت عايزني انعم عليك بالبهوية وانت عايز تقتلني؟ انت عايز تقتلني يا سالم؟ قبل ما تقتلني انت، اصل الارض ما تسعناش احنا الاتنين. صح، كتير على الناس اتنين اوساخ زينا، ولو ان وساختي ما تقارنش بوساختك خالص. يا نهار ابيض، تخيل حتى الوساخه فيها علي واطي. بس الحق اتقال برضه عشان ما اهضمش حقك. انت علمتني اللي ابويا معلمهوليش. انت ابويا الروحي في الوساخه يا سالم، زي ما انت ابو سماح. البنت اللي كنت عايز تزنقها وتتحرش بيها هنا تبقى بنتك. انت متخرف بتقول ايه؟ انا ما بخرفش، انا بس بوريك وساختك هتوديك لحد فين. سماح تبقى بنت نجات، الشغاله الغلبانه اللي ضحكت عليها زمان وكلفت عجمي عشان يخلص منها. عجمي بقى عصى اوامرك وما خلصش عليها. عارف ليه؟ عشان فنجان ما هيتحقق. اهو كده سماح تعتبر من صلبك. اي نعم هي مش هتخلص عليك بنفسها، بس هي هتشهد ان انا كنت معاها ساعه ما انت اتضربت بالنار، وانت الحمد لله ما قصرتش في حاجه. ميت نجس بخمرتك. بشير 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 مش هيسمعك. سماح عامله حفله تحت ومعليه المزيكا على الاخر. طب وانت هتستفيد ايه بقى لما تقتلني؟ يا راجل مش انا بس اللي هستفيد، ده مصر كلها هتستفيد. هتستفيد ان الوسخين قال له واحد. ده سليمان بقى كان عنده حق انه يخونك. تصدق وتامن بالله، انا اول ما جيت هنا كان كل همي لقمه ومطرح يحتويني. بس على ايدك يا بابا المطرح بقى قصرك ده، واللقمه بقت اللي في بقك. انت عداد عمرك فاضل له ثواني ويقف يا سالم. نفسك في ايه قبل ما تموت؟ اشوف ابني. اسكت، مش مطلعش ابنك. امال ابن مين بقى؟ لا مخك ما يروحش شمال. الحكايه كلها ان هي بدلت البنت بولد. انت خلفت بنت يا سالم مش ولد، وعشان ربنا كان بيحبها مرضيش ان هي تتربى يتيمه او تعيش بعار انك ابوها، فخدها عنده. يا خساره، حتى الامنيه الوحيده اللي انت تمنيتها مش هتتحقق. دي نوايا بقى. تدفع كام وسيبك تعيش؟ اللي انت عايزه. تعرف انا عايزك تعيش ليه؟ مش مهم، المهم اني اعيش. انا عايزك تعيش عشان تحس بطعم انه واجه مش ابنك، وان بنتك من ريهام ماتت، وان بنتك اللي من صلبك كنت هتتحرش بيها، وان سيد بشريه هو صاحب الفضل انك عايش. انا عايزك تعيش عشان تتذل يا سالم زي ما ذلت ناس كتير. موافق. وانا كمان موافق. هتسيبني اعيش؟ هسيبك تنزل. شيل أول طلقة عشان عصبي. يا راجل ده أنا فاكر. كنت متأكد إنك وسخ. ضيعت آخر فرصة ربنا إداها لك عشان تعيش يا سالم. أنا مش هعيش عمري كله مستني طلقة في ظهري منك. وأنت اللي قررت إن واحد فينا لازم يعيش. هو ده انا عايزه. صمتك على مسدسك وسيب الباقي عليا. وليك عليا اكتب لك جواب انتحار بغلطك. خلي الناس تترحم عليك بدل ما كانت هتدف عليك.
قلبك قوي؟ إن شاء الله. يعني رح تقدر تتحمل يلي بدي أقول لك إياه؟ عشان عيونك هتحمل. أنا آسفة يا شيخي، آسفة على اللي بدي أقول لك إياه. هيدي السنة عندك مصيبة، مصيبة كتير كبيرة. الحق سيد. يا ارن كلموني دلوقتي من القريه. قالوا لي مدام ريهام مراتك كانت هتخطف من على الشط، هي وفرحات الصغير. هيا سيد، انا خرجت شويه بقى عشان فرحات الهواء. ايوه يا سيدي، هو الميه والشمس واليود. انت طمني عليك، عامل ايه دلوقتي؟ ايه الاخبار؟ بجد؟ طب كويس. فرد الأمن اللي أنقذ المدام وابن سعادتك، زي ما سعادتك أمرت. اسمك إيه؟ أمرني؟ اسمك إيه؟ أحمد. أحمد إيه؟ أحمد عدوية.
واقلب على الوش التاني واديهم الوش التايواني ما هو كله مش حلواني وبدل الوش الواحد مية واقلب على الوش التاني واديهم الوش التايواني ما هو كله مش حلواني وبدل الوش الواحد مية بس